بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، ايه الفرق ما بين الاوفرلود والفيوز؟ ولما نتكلم على الاتنين دول يبقى نقول ايه الفرق ما بين تيار الاوفرلود وتيار الشورت سيركت. جاهزين يا جماعة نبدأ؟ يلا بينا يا جماعة نبدأ الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة يا جماعة احنا جايبين لكم اوفرلود وجايبين فيوز. ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه؟ مبدئيا كده بس عايزين نعرف ايه هو التيار الاوفرلود. تيار الاوفرلود، مكونات الاوفرلود اصلا هو عبارة عن مادتين من معدنين مختلفين، بيمشي فيهم التيار لمدة طويلة. تمام، يعني احنا هنا بنتكلم على تايم، الوقت بيبقى طويل وتيار قليل. يبقى احنا لو رسمنا المنحنى ده كده وكتبنا هنا ده التايم وده الامبير وابتدينا نطلع بالمنحنى ده كده، تمام، المفروض ده المنحنى اللي هيبدأ ساعة الستارت بتاع اي موتور، بعدين هنبدأ ينزل هنا عشان يمشي في وضعه الطبيعي كده. تمام، المسافة اللي هو بيبقى ماشي فيها هنا ديت المفروض ان هو ده التيار المقنن بتاع الموتور اللي هو 10 امبير، يبقى هم دول 10 امبير. طيب انا جيت حملت على الموتور ده وابتدى يشتغل معايا 11 امبير بوقت اطول في المسافة دي كده، هنا بقى يبدأ يمشي معايا ال 11 امبير لوقت قد ايه؟ لغاية لما يعمل تريب تاني. بمعنى ادق يعني، او شرح توضيح اكتر من كده يعني، المفروض ان في قدرة كل واحد، كل انسان مثلا ما يقدر يشيل حمل على كتفه 10 كيلو. ال10 كيلو دولت مصمم له اللي هو يطلع بيهم الدور العاشر بدون اي مجهود، هيطلع نفسه كويس، رجليه كويسة، ما عندوش اي مشاكل. طيب انا لو قلت له ان انت قدرتك ال10 كيلو دول، تمام؟ طيب يا جماعة هنكمل بس تاني، واحنا هنا اتفقنا ان خلاص يا جماعة كده احنا اتفقنا انت قدرتك انك بتشيل 10 كيلو جرام وبتطلع بيهم 10 ادوار. المفروض ان وانت طالع السلم طالع مرتاح ونفسك مرتاح، تمام كده. طيب لو انا جيت غلست عليك مثلا وقلت لك انت هتطلع بدل ما هتشيل ال10 كيلو دولت هتشيل 15 كيلو، هل بمجرد ان انت هتشيلهم هتقع في مكانك ويجي لك سكتة قلبية؟ لا، هتطلع بيهم، بس هتطلع بيهم دور، هتطلع بيهم التاني هتبدأ تتعب شوية، هتطلع بيهم التالت هتبدأ تتعب اكتر، هتطلع بيهم الرابع خلاص هتيجي المرحلة من المراحل مثلا في الدور الخامس وهتجيب اخرك وما انتش هتقدر. يبقى احنا كده انت قدرت تشيل الحمل لوقت اطول. يبقى كده عرفنا العلاقة ما بين الوقت وما بين الامبير. هنا الامبير الزيادة عليك كمطور كان قليل ولكن في وقت طويل. ده هنا الاوفرلود اللي معانا، والاوفرلود طبعا بيبقى فيه ليه طبعا نوعات كتير، دوت الميكانيك وبيبقى فيه اي بي بي وبيبقى فيه شنايدر وبيبقى فيه حاجات كتير قوي. الاوفرلود من اهم النقاط اللي بتبقى موجودة عليه 95 و96، تمام؟ يعني دي بتبقى من اهم النقاط اللي موجودة عليه 95 و96. طيب النقاط ديت بتوع ايه الاتنين دولت؟ دولت بتوع ان انا ببقى واخدهم نقطتين نورمال كلوز، اول ما الماتور يشتغل معايا دولت بيعرفون ان الماتور ده بيبقوا رن. وفي عندنا 96 و97 و98، دول في حالة لما تحصل مشكلة هما بينوروا لي انديكيشن لامب بتعرفني ان في تريب معايا في الماتور. وهنا ده اللي بظبط منه السيتنج بتاعي، لان طبعا دوت بيبقى معانا مثلا من 12 امبير لغايه 18 امبير. بظبط بقى انا عندي ماتور مثلا 12 امبير 15 امبير 20 امبير، ابدا انا اظبط يعني. وفي طبعا اوفرلود بيشتغل على حاجات اقل من كده بكتير، وده زرار الستوب وده الريست بتاعي بحيث لما الموتور يطلب معايا اوفرلود اروح ارسته من هنا. طب هنا في سؤال مهم جدا، انا ينفع ارست الاوفرلود مباشرة اول ما يحصل؟ لا طبعا، لازم ياخد وقت لغاية لما
الموتور بتاعي يرجع لطبيعته تاني، والمعدنين اللي هنا يرجعوا لطبيعتهم تاني عشان انا اعرف ارسيته. ما ينفعش اوفرلود يحصل اروح ارسيته على طول، وده بيبقى راكب في الكونتاكتور طبعا بالشكل ده. بس طبعا عشان ده اي بي بي وده الميكانيك، فهم الاثنين ده بيبقى راكب بالشكل ده كده. كابلات الباور جايه من هنا، والثلاثه دول طالعين على الموتور بتاعي. تمام. طيب هنا بقى لما نيجي نتكلم على تيار الشورت سيركت، احنا خلاص عرفنا تيار الاوفرلود وعرفنا ان هو ده بيحصل معانا في وقت طويل جدا. احنا خلاص زي ما عرفنا كده التيار الاوفرلود النهارده. دلوقتي بقى هنتكلم على الفيوز. الفيوز هنا بيركب معانا في داخل الدايره الكهربائيه، وده لحمايه الدايره الكهربائيه من تيار الشورت سيركت او تيار الكسر الكهربي. طيب هنبدا بس الاول كده، زي ما احنا اتفقنا ان الاوفرلود هيمشي معانا مسافه طويله ويبقى في تيار قليل يعني، لكن الشورت سيركت بقى هنا التيار هيطلع معانا عالي جدا ويفضل فوق زي ما هو عالي. تمام. مش الطبيعي اللي احنا قلنا انه هيطلع وبعدين ينزل تاني ويمشي في النورمال، لا، هنا التيار هيطلع عالي جدا ويفضل ماشي عالي فوق زي ما هو. تمام. هنا دور الفيوز ان هو يحس بتيار الشورت سيركت اللي هو بيبقى في وقت قليل جدا وتيار عالي جدا. ده التيار الشورت سيركت. يا رب النهارده نكون فهمنا وعرفنا ايه الفرق ما بين تيار الاوفرلود وتيار الشورت سيركت، وده بيركب في الدايره فين وده بيركب في الدايره فين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.